النهاردة هنتكلم مع بعض عن تقشير الجسم، وصفة جامدة جدا لكل العرايس، لكل البنات، لكل السيدات المتجوزين. وصفة هتبهر كل اللي حواليكي بجمال جسمك وجمال لونك وبشرتك. طبعا احنا قبل الفيديو ده لازم عملنا الصابون المغربي الاصلي، وياريت تعملوه بالطريقة بالمقادير بتاعتنا، وده شكله بدون اي اضافات، هنشوفه في الفيديو مع بعض. معانا الوصفة فعلا هتبهر كل الناس اللي حواليك، وده كده شكل الصابون المغربي بتاعنا الاصلي، ودي الوصفة بتاعتنا هنعملها مع بعض. القوام لو تقيل شوية ممكن تخففيه، كل واحد على حسب الحرية بتاعته. ده شكل الصابون المغربي الأصلي، لازم يكون شكله كده. سيبك من اللي بتشتريه من المحلات لأنه بيبقى محطوط عليه إضافات. يلا بينا نشوف المكونات بتاعتنا وهنعمل ايه النهاردة. أول حاجة معانا طبعا في الوصفة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، ادي الصابون المغربي اللي انا عاملاه، ودي الصقلة المغربية الاصلية. ولو ما فيش الصقلة دي هقول لكم بدايل. ومعايا كوباية، نص كوباية لبن، ممكن تبقى نص كوباية مية ورد، معايا نص معلقة من البيكربونات الصوديوم، وكمان معايا كيس كمان من البيكنج باودر. والبيكنج باودر ليه قدرة على تفتيح الجسم، حلو جدا، بيشيل الخلايا الميتة، بيعمل على تفتيح درجتين، وهنعمل منه وصفات كتيرة جدا تساعد في تفتيح وتقشير البشرة. بس اعملوا الوصفة دي، احفظوها عندكم، هتلاقي اختلاف جامد. ولو مش عايزة نضيف اللبن ممكن نضيف نص كوباية مية ورد، ويلا بينا. طبعا انا هنا عندي طبعا بقايا الصابون اللي كنت بعمل فيه الصابون المغربي، طبعا مش هنرميها، احتفظت بيها ونزلت كل اللي في الحلة ونزلت عليه كده باللبن. وهنزل لو مفيش لبن مية ورد، ممكن مفيش ده او ده، مية عادية للي يعجبكم. وبعد كده هاخد معلقتين او ثلاثة على حسب الكمية. انا هنا كان عندي كمية صابون في الحلة بس هما باينين قليلين، لكن هي تكفي الجسم وزيادة، بمعلقتين من الصابون المغربي اللي انا عاملاه. احفظوا الوصفة عندكم. هاخد الكلام ده على النار، على نار هادية جدا، هدوبه كويس جدا لحد ما يبقى ما فيش اي اثر للصابون بتاعي المغربي، وبقلب كده بالراحة وببتدي ادوب كل الصابون. ولو حسيت ان انا مثلا محتاجة معلقة تاني، بس انا ما كنتش محتاجة. بصوا شكل الصابون، انا بوريلكم، بصوا لما تدوسوا عليه تلاقيه زي القشر كده مش صلب. ده شكل الصابون الاصلي. وكده بعد ما دوبت كل الصابون معايا، بصوا اللون اختلف تماما، انا لسه ما حطيتش اي حاجة. بصوا بقى عبارة عن مية، طبعا كل ما بيبرد كل ما التخانة بتبتدي تبان معايا، وطبعا القوام. وهنا اول حاجة هنزل بمعلقتين من الصقلة المغربية الاصلية، والصقلة دي انا هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف وفي حرف الاي فوق. وهنبتدي نقلب كده كويس جدا بالشكل دوت. واهم حاجة في الوصفة بتاعتي ما يبقاش فيه تكتلات. ولو عايزة تعملي الوصفة ديت وما عندكيش الصقلة المغربي، هقولك على بدايل، هشرحهالك بس لوحدها عشان تعرفوا تركزوا في الوصفة كويس جدا عشان تدينا النتيجة المظبوطة. وهنا انا هنزل بكيس البيكنج باودر، وهتحس ان في فوران، وطبعا البيكنج باودر بيعمل على تقشير الجسم وتفتيحه، وكمان بيديكي درجة حلوة جدا. وممكن كمان نضيف الوصفة دي ليمونة، بس الأصحاب البشرة الحساسة ما يضيفوش الليمون، ممكن يضيفوا معلقة من زيت الليمون عشان لو انت عندك تحسس من الليمون. وبصوا كل مدى ما بتبرد الوصفة بتاعتي القوام بتاعها بيبقى تخين وبيبقى زي التقيل كده. وهننزل هنا كمان بنص معلقة من بيكربونات الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم طبعا معروفة ان هي برضو بتفتح البشرة جامد جدا. ودي كده الوصفة بتاعتنا ممتازة في
تبييض الجسم. احفظي الوصفة دي عندك، بس بنعملها من مرة لمرتين في الشهر، ما بنعملهاش بشكل يومي عشان ما نحسس البشرة دي. بقى لو عندك مناسبة، وبما اننا طبعا داخلين على العيد، اعمليها على العيد. ابهري كل اللي حواليك بشكل جسمك وبياضه بنقاء بشرتك. وهنا كمان بصوا، انا حاطة في الصقلة المغربية كمان العكر الفاسي او دم الغزال. كل ما بنقلب المكونات مع بتاعتنا بتمتزج مع بعض وبتبان معانا. احفظوا الصقلة المغربية عندكم، مفيدة جدا للبشرة، بتدي نعومة وإزالة جلد ميت وإزالة جلد الوزة. بصراحة مع الصابون المغربي تحفة. وهنا بقى هنيجي اهي، ادي كده، ده صقل، ده شكل الصقلة المغربية بتاعتي. انا عاملاها في البيت، لانها طبعا لو رحت اشتريتيها بتبقى غالية جدا فوق ما تتخيلوا. هسيب لكم الطريقة بتاعتها في صندوق الوصف، وكمان هسيبها لكم في حرف الاي. لو ما عندكيش الصقلة المغربية ومستثقلة ان انت طبعا تنزلي تعمليها وتعملي الصابون المغربي، هنضيف مثلا على الصابون المغربي معلقتين من النشا، ممكن نحط معلقتين من البن، ممكن نحط معلقتين من مطحون الرز، والرز البسمتي مش الرز العادي، لانه بيفرق في التقشير، لانه بيبقى زي الحبيبات، لان الرز بيمتص السوائل عن الرز المصري بتاعنا، فبالتالي هيديكي تقشير في البشرة اكتر. وممكن نحط كمان معلقتين لتلاتة سكر، وده هيدينا برضو تقشير. ممكن نحط معلقتين ورد مطحونين، وده للتعطير. ممكن نحط معلقتين من الخزامة او اللافندر، وده برضو لتعطير البشرة. ممكن نحط معلقتين زعتر او روز ماري، دي كلها اختيارات. معلقتين ورق سدر مطحون، معلقتين ورق غار او ورق موسى. ونرجع للوصفة بتاعتنا بقى، وده كده بصوا شكل الوصفة بتاعتي بعد ما بدأت ان هي تبرد شوية. خدوا بالكم الوصفة بتبقى سخنة جدا، نستنى لما تبقى دافية وبعدين نفردها على كامل الجسم، ما فيهاش اي اثار جانبية. تتحط على المؤخرة، تتحط على الاماكن الحساسة، تتحط تحت الابط، تتحط على الرقبة، تتحط على الجسم كله. بتوحد لون البشرة وتوحد لون الجسم وبتفتح بطريقة رهيبة. بس اهم حاجة طبعا بنقلبها كويس جدا، ما يبقاش فيها اي تكتلات. بنستخدمها مرتين لمرة في الشهر على حسب. ممكن نعملها لو في اماكن غامقة في الجسم بنحطها على الاماكن الغامقة فقط، وبعد كده نبتدي نحطها على كامل الجسم. ودي طريقتي في تفتيح الجسم للعرايس، للستات المتجوزات. ابهري كل اللي حواليكي بنعومة وجمال جسمك. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. وكده احنا خلاص خلصنا الوصفة بتاعتنا، وده الشكل النهائي بتاعها، وده شكل الصابون المغربي بتاعي. بصوا الوصفة كده بعد ما بردت اللون بيرجع يغمق تاني، ودي معناها كده ان الصابون المغربي اللي فيها اصلي، لان زيت الزيتون الاصلي لما بيتعرض للسخونة بيفتح، ولما بيتعرض للهواء بيأكسد وبيغمق. وكده انا خلصت معاكم. وهدي المقشر بتاع البشرة، بيفتح، بينعم، بيشيل خلايا الجلد الميتة، بيشيل اي اسمرار في البشرة. بينفع للرقبة، ينفع للأماكن الحساسة، ينفع كمان للمؤخرة. وياريت تستعملوا الصابون ده وتحضروه، عشان هنعمل كمان تقشير وتفتيح وتوريد المؤخرة ماسكات من الصابون المغربي. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل لوصول كل فيديو جديد. واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.